اش غادي نقول لك، حنا السياسه ديالنا والنهج ديالنا قبل النتائج وقبل اي حاجه، وهو اي لاعب عنده واحد الترقيه اجتماعيه لازم نساعدوه، يكون باكايوكو ولا يكون مغربي ولا يكون جزائري. هذا كرة القدم اللي الناس المستقبل ديالهم هو هذاك، والوقت ديال اللعب محدود. اذا اي لاعب تحت لواحد الفرصه اللي يرقي نفسه وعائلته اجتماعيا، حنا ما غاش نوقفوا ليه. باكايوكو جا شي عرض خارجي، ما كان حتى مشكل. تيغزو الى جام، كان حتى مشكل. عقاد الى جام، كان حتى مشكل. عسكري، اي لاعب، انه حرام تعرضوا اللاعب اللي غيمشي يدير المستقبل ديالو. ولكن لحد الساعه ما عندناش توصلناش بشي عرض من شي فريق، واللاعبين راهم باقي في اولمبيك خريبكا. هذا هو السياسه ديالنا حنايا، نحاولوا السياسه كذلك ديال المحتضن ديال الفريق، كنحاولوا نعاونوا الجوار باش يحترفوا باش يوصلوا للفريق الوطني. هذا مهم اكبر من المسائل النتائج اللي كتقلب لها الفرق.